ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. تعالوا بقى النهارده نجهز الغدا مع بعض. بصوا بقى، انا النهارده عامله محشي فلفل وبتنجان وورق عنب، وعامله جنبه فراخ، وهقول لكم الفراخ هعملها ازاي دلوقتي. بصوا بقى، انا في حله الورق العنب بحب كده احط ترانشات او حلقات بصل اقطعها بالشكل اللي شفتوه ده، وحلقات طماطم تمام، وعليها حلقات ليمون زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم الخلطه دي بتبقى حلوه قوي في ورق العنب، جربوها. والليمون ده بيدي مزازه اكتر لورق العنب، بيبقى جميل قوي. بس وهجيب ارص ورق العنب اللي انا ايه حشيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله ورق عنب بناتي وحلو قوي. والفراخ بقى انا حمرتها من غير ما اسويها، فاهمين؟ يعني انا ما سلقتهاش، حمرتها بس كده وهي نيه، عشان تبقى لونها محمر كده وحلوه، علشان هسويها النهارده مع ورق العنب. عايزه اقول لكم لما بتعملوا الفراخ بالطريقه دي بتاخد من مزازه ورق العنب، بطعمها حلو قوي قوي. انا اللي علمتني الطريقه دي واحده صاحبتي كانت معايا في السكن وانا في الجامعه، سمر، كانت من اسكندريه، لقيتها بتعمل ورق العنب كده وانا خدت منها الطريقه. بس انا قلبت كده القطع اللي انا حطيتها بتاعه الفراخ علشان تستوي كويس تمام. وحشيت فلفل اخضر، وعملت كده بتنجان. طبعا انتوا عارفين ان انا ليا طريقتي كده في البتنجان، عشان ما يشدش، بيبقى طعمه جميل جدا وما بيشدش معايا في التسويه. والحجم ده اللي انا لقيته، انا بحب الحاجه تكون صغيره في الحشو، بتنجان بقى او فلفل او كده، بس للاسف الحجم ده هو اللي لقيته في السوق. فانا خلاص رصيت الحله كده، هجيب بقى الشوربه. انا كنت متعوده ان انا ارص البتنجان برضو بالطول، بس اللي حصل بقى في الحله دي، وحطيت كده باقي الورق العنب فوق الفراخ بس، والحشو بقى بتاعي خلص. ورحت ايه، اتبقى معايا بقى الثلاث بتنجانات دول وهحشيهم، واتبقى معايا شويه ورق عنب على كام فلفلايه كده صغيرين، شايفين بقى الفلفل اللي انا حشيته، بحبه بقى يبقى صغير كده وبلدي وحلو، بيبقى طعمه جميل، وبيبقى يعني حجمه صغير بيبقى جميل، والقشره بتاعته ما تبقاش تخينه، فبتبقى جميله. لما تجيبي اي حاجة للحشو هتلاقيها صغيرة، الفلفل او البتنجان او كده او الكوسة وكده. بس هسقي بقى المحشي، كان عندي شوربة، هسقي بقى المحشي الحلتين، حلة الفلفل والبتنجان ورق العنب. لو ما عندكيش شوربة، مية مغلية وحطي فيها مرق وتوابل ومعلقة كده من السمنه البلدي، وهيبقى جميل معاكي، او السمنه النباتي يعني اللي عندك. بس المفروض ان الفلفل والبتنجان بينزلوا ميه، فالمفروض التسقيه بتاعتهم تكون ايه، لحد نص الحله كده. انا زادت مني شويه بس معلش، لحد نص الحله كده. هسقي برضو الورق العنب وهرفعهم بقى على النار ونشوفهم لما يستوي. بصوا انا كملت الحله بتاعت ورق العنب بالمحشي اللي اتبقى، مرضتش ازود بتنجان، زودت ورق عنب عشان اغطي الفراخ بورق العنب، وتبقى طعمها كلها من ورق العنب وكده، وتبقى مززه وحلوه. زي ما قلت لكم، انا الفراخ حمرتها وهي نيه، حطيت قطعتين كده في ورق العنب، والباقي سبته في الشوربه، سلقته يعني علشان اطلع شوربه للمحشي، فاهميني؟ يعني خدت قطعتين بس في ورق العنب وغطيت وكملت الحله بتاعت ورق العنب كده بالشكل ده، والفراخ في نص الحله، فاهميني؟ يعني تحت منها زي ما انتوا شفتوا كده ورق عنب، وفوق منها ورق عنب، غطيتها كلها علشان تاخد من المزازه ورق العنب، تبقى حلوه. بصوا بقى بعد ما استوى جميل ما شاء الله، اللهم بارك. وباقي الفراخ حطيتها في ايه، في الحله اتسلقت. بصوا بقى، حطيت كده من الفلفل والبتنجان عند التقديم، وهحط بقى هغرف بقى ورق العنب. انا بحب ادلق الحله سواء كانت ورق عنب او كرنب، بس ايه مش عارفه ايه اللي خلاني اطلع كده بالمعلقه. يلا خير، هغرف بقى كده، هغرف بقى باقي ورق العنب، وهوريكم الفراخ بعد ما استوت. عملت كده كده جنبهم سلطه وعيش بقى، والف هنا وشفا. انا اول مره اغرف بمعلقه، مش عارفه في ايه، ورق العنب والكرنب بحب ادلقهم. هوريكم بقى الفراخ، عايزه اقول لكم استوت وويل دان، بقت ويل دان ما شاء الله، حلوه جدا، واحسن كمان من اللي سلقتها، واخده من طعم الورق العنب.
وجميله جدا ما شاء الله. انا بحب اسيب كده في ورق العنب شويه شوربه كده من تحت، يعني قد قد طبق شوربه كده، بتبقى طعمها حلو جدا. الشوربه اللي بتبقى واخده من ورق العنب دي، بيبقى ورق العنب منزل فيها المزازه بتاعته، والفراخ لما مستويه في ورق العنب بتبقى برده مززه وجميله، فبتبقى رهيبه. فابقى جربوا كده تسيبوا شويه شوربه كده في حله الورق العنب، هتلاقوا طعمها حلو قوي. بالف الف هنا وشيفها. انا غرفت كده حاجة بسيطة اوريها لكم، وبعد كده بعد ما اقفل الكاميرا هكمل غرف وناكل بألف هنا وشفا. شايفين بقى الفلفل ما شاء الله زي العسل، بألف هنا وشفا. والفراخ عايز اقول لكم طالعة دايبة وجميلة جدا، شايفين مش مستحملة. وعملت كده شوية سلطة مع عيش بلدي وبألف هنا وشفا. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، واستنوا الفيديوهات جاية كتير. هنزل لكم بقى مقادير الكيك، طلبتوها مني كتير الكيك اللي انا نزلته، هنزل لكم المقادير بتاعته. وانا بحب السلطه تبقى فيها جزر وبقدونس وخيار وطماطم وفلفل بقى الفهنة وشفا، والجزر يبقى مبشور، بيبقى حلاوته في السلطه هو مبشور. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.